تمام، أكدوا عليا بس، هو ده التيست ولا لأ؟ ده سيكشن 4. ثواني. الله يا مستر. تمام. طيب ناخد الانسرز على طول كده. دي سي، بعدين عندنا A، وبعدين عندنا B، وبعدين عندنا دي. في حاجة محتاجينها هنا؟ No response. يبقى البيج اللي بعده. وعلى فكرة البيج اللي بعده، معلش، هو حصل غلطة بس في البي دي اف. المفروض بعد 5 يبقى بعد 4 يبقى في 5 و6 و7 و8. البيج دي عندكم، مش عندكم على البي دي اف ده، يعني لو حد معاه الكتاب او كده وعايز اي بروبلم في 5 او 6 او 7 او 8 يقول، ولا ما حدش خد باله ان البي دي اف ناقصه صفحة؟ انا خدت بالي يا مستر، تمام. ساعتك قلت لك الاجابات في كويتشن مارك على الاسئله دي. طيب 5 6 7 8 لو مش موجودة عند حد، ماشي، نعمل لها سكيب، ولو حد عايز حاجة فيهم يبقى يقول. نمبر 9 سي، نمبر 10 دي، نمبر 11 بي. في حاجة في البيج دي؟ ألف 9 ايه تاني؟ 11 11. اوكي، ندخل الناس ونبدأ على طول. 9 و11. 9 بتقول لنا ايه؟ بسم الله، مديني الجراف ده. اف اوف اكس اهي الجراف ده، وجي اوف اكس اهي، وبيقول لي the graph of the function f and g are shown above in the xy plane. If f of 1.5 equals k, what is the value of g k؟ يبقى احنا محتاجين هنا نعرف ال k equals ايه في ال f. تعالي نشوف. انا عندي الانبوت هنا ب 1.5 اللي هي الاكس بتاعتي. لما الاكس بتاعتي تبقى ب 1.5 يعني between 1 and 2 هتبقى الواي بتاعتها equals e. تعالوا نشوف هنا ايه ال 1.5. نطلع بلاين كده اهو، قطع هنا، فتبقى الواي بتاعتها equals 2، فتبقى الكي بتاعتي equals 2. انا عايز جي 2. جي 2 بقى في الفانكشن اللي هي البرابلا اللي عامله داون وورد. الاكس بقيت ب 2، تعالي نشوف الاكس بتوعي ايه. نرسم لاين كده، قطع البرابلا هنا اللي هي الواي بتاعتها بنيجاتيف 2. فهمت؟ ها، ولا اقولها تاني؟ مضمضين اللي كانت عايزاها ترد عليا بليز. تمام يا مستر، انا بس قلت يعني قلت ان هي 05، انا قلت اصلا ان هي 05 عشان حضرتك يا مستر انت عملت ال 5 بس انا افتكرت ان هي 0. انا يا مستر عملت ال 1.5 واخدت ما 1.5 دي الاكس بتاعتي، ده معناها ايه؟ ان الاكس ايكوالز 1.5، يعني لاين بيربنديكولار على الاكس كده اهو. قطع الفانكشن فين؟ في البوينت دي، تبقى الواي بتاعتها ب 2. ده المغزى من الانبوت. اوكي تمام تمام طيب نيجي ل 11. 11 بتقول لي there are 20 black marks and 16 white marks in a container and no other. ما فيش اي حاجة تاني، هما التو كولرز دول بس. How many black marbles؟ black دول مالهم بقى؟ How many black marbles must be removed؟ نشيلهم يعني، نشيل كام واحدة from the container so that the probability of randomly selecting black from the container is 1/3. طيب احنا عارفين ال probability equals ask
over total. أنا بسأل عن البلاك. البلاك بتاعنا how many marbles؟ البلاك بتاعنا 20. بس هنشيل منهم عدد معين بحيث يبقى probability بتاعي 1 over 3. طيب نشيل how many marbles من البلاك؟ I don't know. فهنقول له 20 minus x مثلا. لحظة تفضل. 20 minus x over ايه بقى؟ over التوتال بتاعنا. التوتال بتاعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال 20 black وال 16 بس ال 20 متشال منهم x marbles. يبقى التوتال بتاعنا عبارة عن 20 minus x plus 16. لأن التوتال هيتغير هنا ما أنا شلت x. ونعمل shift solve تطلع لنا الايه؟ ال x. وصلت 11؟ اه تمام يا مستر. اوكي نيجي لمين؟ للبيج اللي بعده. البيج اللي بعده عندنا 12 يبقى بي. 13 هتكون A. 14 هتكون C. يلا بينا. 12 يا مستر. 12 بتقول لي ايه؟ مديني الفيجر ده ناخد بالنا دايما الاشكال اللي بتيجي غريبه شويه كده. هو مديني في البروبلم بيقول لي in the figure above O and B are centers of two semicircles of radius R. يعني ايه؟ يعني الراديوس ده ب R وده بآر وده بآر وده بآر. If the length of the perimeter is 8 pi plus 16، هو إيه البريمتر حضرتك؟ البريمتر بتاع الشكل ده كله هو عبارة عن، ناخد بالنا بقى من الحتة دي. الـ 2 سيمي سيركل دول دي بلس دي بلس اللاين ده كله هو ده البريمتر بتاعنا. طيب السم بتاعه 8 باي بلس 16 هو عايز ايه؟ عايز الار. عينينا الاثنين تعالوا مع بعض كده واحده واحده. التو سيمي سيركلز دول ليهم نفس الريديوس. فالسيمي سيركل دي لو حطيتها هنا كده اهو عملت لي مع السيمي سيركل دي سيركل كامله، صح ولا لا؟ اللي هو البريمتر بتاعها او السيركمفرنس بتاعها ايكوالز ايه؟ 2 باي ار. يبقى 2 باي ار ده هو عباره عن السم بتاع البريمتر للتو سيمي سيركلز مع بعض او ده وده. مفهوم الخطوه دي؟ تمام. بلس بلس ايه؟ اللاين ده كله بقى. اللاين ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن ار بلس ار بلس ار بلس ار يعني 4 ار. ده كله ايكوالز ايه؟ 16 بلس 8 باي او 8 باي بلس 16. حاضر حاضر. 8 باي بلس 16. نقدر بقى نطلع الريديوس بمنتهى السهوله. ال 2 باي ار ايكوالز ايه؟ 8. اهي يبقى 2 ار ايكوالز 8. ده معناه ايه؟ إن الـ R بتاعنا equals 4. خلصت الـ problem. بدليل كمان أنا عندي 4R equals 16. فلو عملت 4 times 4 برضه هتديني 16. يبقى الـ radius بتاعنا بـ 4. وصلت يا شباب؟ تمام يا مستر مرسي. عفوا. وعايز برضه نفرق في حاجة، إيه هي؟ يعني مثلا لو جاب لي مثلا يعني كوارتر كده. سيركل وعايز البريمتر بتاعه، اوعى تشغل بالك بالارك بس، لا البريمتر بتاع الشكل ده كله عباره عن الارك ده، اللينس بتاع الارك ده واللينس بتاع التو ار دول. يبقى لما يقول لي البريمتر بتاع الشكل وجايب لي فيه سيركل ماشي اركز على الارك عادي جدا، بس اركز على الايه؟ على الريديوس كمان. تمام. نيجي لنمبر 13.
لخبطة، موضوع الواحد بيشرح ويدخل الناس. حاضر. اوكي، نيجي لنمبر 13. نمبر 13 بتقول لي ايه؟ If x to power of 12 equals 5000 and x to power of 11 over y equals 10, what is the value of x times y؟ هنا المسألة التركية الوحيدة وبتتكرر كتير على فكرة، بتقول لي عندك بقى كذا طريقة تحل بيها، بس نركز في حاجة. x to power of 12 دي equal 5000، تمام؟ و x to power of 11 over y equals 10. ممكن نعمل حاجة لذيذة قوي. ايه هي؟ نعمل كروس هنا كده، يبقى x to power of 11 equals 10y. اهي. طب هي x to power of 11 دي اوصل لها ازاي من ال x to power of 12 اللي هي عبارة عن ايه؟ x to power of 11 times x to power of 1، عشان احنا في الملتبلاي بنعمل اد للباورز. ده كله equals ايه؟ 5000. اقدر بقى اعمل ريبليسمنت للدي x to power of 11 واحط مكانها 10y times x اهي equals 5000. هو بيسالني عن x times y، يبقى نعمل divided 10 للبوث سايدز، يبقى x times y هي y times x، مش فارقه يعني. يبقى xy equals 500. وصلت؟ تمام يا مستر. تمام. طب يا مستر، انا اول حاجه كنت الاكس هقطع عشان كنت الواي، يعني حطيت روت. انا بقول لك في 10000 طريقه. معلش يا مستر، النت عندي قفل، حضرتك تعيدها. حاضر، عينيا الاثنين يا حبيبي. نعيدها كده مثلا، ممكن 14 عينيا الاثنين. تاني اللي النت قطع عنه، بيقول لي x to power of 12 equal 5000 and x to power of 11 over y equals 10. What is the value of x times y؟ اوعى تربك نفسك، ركز في حاجه. ايه هي؟ ان انا عندي x to power of 12 وعندي x to power of 11. ما انا ممكن اعمل split ل x to power of 12 دي اللي هي تبقى عباره عن ايه؟ x to power of 11 times x to power of 1. حلو الكلام؟ طيب استفيد منها ايه؟ ما انا مديك هنا x to power of 11 over y equals 10، فده معناه ان x to power of 11 equals 10y. فهمت الحته دي؟ تمام. هو قايل لي ان x to power of 12 equals 5000. ايه، هشيل بس x to power of 11 دي واحط مكانها مين؟ 10y. فبقت عامله كده 10y، شويتك 10y times x equals 5000. هو بيسالك عن 10xy ولا xy؟ بيسالني عن xy، يبقى divided 10 divided 10. اي، يبقى xy او yx ما فيش فرق، equals ايه؟ 500. مستر مش فاهم برضو، انا مش عارف، واقع مني خالص. طيب نمشي واحده واحده، امشي معايا واحد بس، خليك فاتح المايك. انا عايز اسالك سؤال بس بسيط كده. لو انا قلت لك a to power of 3 times a to power of 5 equals ايه؟ a power 8. حلو. طيب لو قلت لك a to power of 8، مش انا اقدر افكها كده a to power of 4 times a to power of 4 a to power of 7 times a to power of 1 a to power of 3 times a to power of 5. المهم الصم بتاعهم يديني 8. فاهم الجزئيه دي؟ بس خلاص، هي بتتكلم على الحته دي، ان x to power of 12 دي انا ممكن افكها ل x to power of 11 times x power 1. فهمتني؟ ده كله equals ايه؟ 5000. ما هي دي، هي x to power of 12. تعال بقى للاكسبريشن اللي بعد، بيقول لي x over power 11 over y equals 10، فده معناه ان x to power of 11 equals 10y لما اعمل كروس.
فهشيل ال x to power of 11 وحط 10y times x equal 5000. هو بيسأل عن x times y. هعمل divided by 10. بس كده. وصلت؟ تمام. تمام. Number 14 بيقول لي the graph above shows the test score of 30 students based on the histogram above. What is the median score of the test? عايز الميديان سكور. ادي السكورز بتاعتنا ايه؟ نبدا بقى نحط نرتب من السؤال الكبير 30 وبعدين 40 وبعدها مين؟ 70 30 40 70 بعدها 80 بعدها مين 100. طب انا عايز الميديان خلاص اكنسل ده مع ده ده مع ده يبقى انا 70. وصلت 14؟ وصلت يا مستر. اوكي طب حضرتك في انهي حاله كنا هندور على الستودنت ال 15 وال 16 ونعملهم بلس بعض اوفر 2؟ والله لو طلب منك المين بقى اعمل ايه؟ لا سؤالك تاني سؤالك تاني معلش معلش انا عشان في انهي حاله هنجيب الستودنت ال 15 وال 16 ونعملهم ديفايدد 2؟ 15 و 16 نعمل لهم ديفايدد 2؟ نعمل لهم بلس بعض ديفايدد 2. فين 15 و 16 دول؟ اللي هو الطالب ال 15 والطالب ال 16 الترتيب. نمبر اوف هو مش طالب الميديان بتاع الستودنتس هو طالب الميديان بتاع السكور. السكور يعني لو الميديان اوف ستودنتس هي دي اللي كانت هتبقى نعمل لنا. تمام شكرا. برضه البتاع النت ثانيه يا شباب معلش نون احنا في prediction كم 7؟ ايوه وصلنا الرقم كام احنا في البيج دي. اوكي يلا البيج اللي بعده عندنا دي هتكون دي 16 هتكون سي 16 فيها غلطة على فكرة يا شباب هنا المفروض دي تبقى 575 عندنا 17 هتكون دي عندنا 16 هتكون A. يلا بينا 15 و 16 الاثنين دول an audio recording مش عارف ايه دي these consist of set up charge 17. كم 17 الفيز تشارج بتاعتنا ب 100 اوكي بلس تشارج فور سيشن تايم ات اورلي ريت ذا توتال فيز اوف ا سيشن اوف 8 اورز ب 480. ماشي حضرتك عايز ايه؟ Which of the following functions if gives the total fees in dollars for a session of T hours in mesh in studio. طبعا هنا بيقول لي في التايتل بتاع البروبلم ان التشارج فيز بتاعتنا ب 100 تشارج فيز اللي هي المقصود بيها الانيشال بتاعنا او الواي انترسبت يبقى انا دلوقتي هشطب على تو انس A and B. ليه؟ لأن الانيشال بتاعهم أو ده 480 وده لا ده 100 كمان يبقى دي هتنفع يبقى نشرب على مين؟ على B. ناخد مين بقى؟ A ولا C ولا D؟ according اللي هو قايله لي قايل لي إيه؟ قايل لي the total fees for a session of 8 hours is 480 هو خد 8 ساعات دفع 480 يبقى السلوب بتاعنا عباره عن ايه؟ أول حاجة نعملها ناخد ال 480 دي نماينس منها ال 100 عشان ده الفيز بتاعتنا أو الفيرست فيز اللي بتدفعها يبقى 380
ده سيكشن كالكوليتر، يبقى 380 نشوف بقى الساعة الواحدة بكام divided by 8 اللي هو number of hours، يطلع لي السلوب. نعملها سريعا كده بعد اذنكم وشوفي لي السلوب هيطلع. تمام تمام اتفهمت؟ 48. تمام نيجي لنمبر 16، بيقول لي بقى جاكسون spent 10 hours recording his favorite pop songs in the studio. How much did he pay for his record? طيب احنا معانا دلوقتي الانيشال اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 100. الراجل ده دفع كام؟ عايزين نعرف دفع كام. يبقى 100 plus 10 times الساعة الواحدة طلعت بكام؟ 47.5. شوفي بقى يدفع كام التوتال بتاعه كله. وصلت؟ اه تمام ماشي ماشي. نيجي ل 17 بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا عندي function اسمها f of x، دي عباره عن برابلا، وعندي dg of x عباره عن line. مالهم بقى؟ الاثنين عاملين intersection مع بعض فين؟ في البوينت دي اللي هي 0 اللي هي 5 و 9، والبوينت دي اللي هي 0 y. عايز ايه بقى حضرتك؟ بيقول لي the graph of fx equals x minus 2 square. ده معناه ايه؟ معناه ان الفيرتكس بتاعتنا هنا 2 و 0 البوينت دي. and gx are shown in the xy plane above. if the graph intersect in intersect at point 5 و 9، which of the following is the equation of gx؟ عايزين الايكويشن بتاعت اللاين ده. طبعا عشان نطلع الايكويشن بتاعت اللاين نركز في حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان انا عندي الاكس هنا بزيرو، فعلشان اعرف الواي بتاعتي طبعا التو جراف اللي هو اللاين والبرابلا الاثنين ايكوفالنت في البوينت دي. فده معناه ان انا لو جيت في الايكويشن بتاعتي دي عوضت عن الاكس بزيرو تطلع لنا الواي بكام؟ 0 ماينس 2 نيجاتيف 2 باور 2 تدينا 4، يعني الواي تطلع لنا ب 4. ده معناه ايه؟ معناه ان اللاين ده حضرتك كده اللي عايز 17 قاطع الواي هنا في 4، يعني الواي انترسبت بتاعته 4. تعال ندور كده، ما عندناش غير دي الواي انترسبت بتاعتها ب 4 اللي هي دي. وصلت؟ اه تمام. اوكي 18 بتقول لي ايه؟ if x square plus y square equals 85 and x times y equals 5، what is the value of 1 over x minus 1 over y all to power of 2؟ حاضر عينيا الاثنين. واحده واحده كده مع بعض. الاكسبريشن اللي قدامنا ده عباره عن فراكشن. تعالى نحطه في صوره كده لذيذه قوي. ايه هي؟ البيرفكت سكوير يتفك ازاي؟ تعالوا الاول نقول 1 تايمز y ماينس x اوفر xy، ده كله تو باور اوف 2. ده معناه ان y ماينس x تو باور اوف 2 اوفر xy تو باور اوف 2. الخطوه دي مفهومه؟ طب احنا ليه عملنا كده؟ انا عايز اوصل لده واوصل لده. تعالوا نشوف. لما اجي افك النيومينيتور بتاعنا ده يبقى عباره عن x سكوير ماينس 2xy بلس y سكوير اوفر xy زي ما هي سكوير. الخطوه دي مفهومه ولا لا؟ تمام. هو بيقول لي ان x سكوير بلس y سكوير بكام؟ ب 85 اللي هي دي x سكوير بلس y سكوير 85، بقدر اشيلهم واحط 85 ماينس 2 تايمز xy، xy عندي 5 يبقى 2 تايمز 5 10 اوفر
اكس واي سكوير، اكس واي ب 5 سكوير تدينا 25، يبقى دي تدينا 75 اوفر 25 which is equals 3. يبقى الاكسبريشن ده كله equals ايه؟ 3. وصلت ولا ولا تاني؟ ماشي. اللي بعده 19 بي 20 دي 21 بي 22 سي. هم 21 يا مستر، 22 مستر، 21 و 22. 21 بتقول لي in the xy plane above the point q is on the line mesh y equals and y equals 2 over 3x mesh if the area of rectangle obqr is 54 what is the value of p عايزين الفاليو بتاعت p. طيب ناخد بالنا من حاجه هنا، هو اداني equation لازم استفيد منها، ايه هي؟ ان y equals 2 over 3x. ده معناه ايه؟ معناه ان الايكويشن بتاعتي السلوب بتاعها ب 2 over 3 والواي انترسبت بتاعتها ب 0، فعلا او اللاين قاطع في 0. طيب السلوب بتاعنا عباره عن ايه؟ رايز اوفر ران. الرايز بتاعنا ايه؟ 2 over 3. بس هل معنى كده ان اللينث بتاع الهايت ده ب 2 ومن O ل R ب 3؟ لا، ده السلوب بتاعنا ريشيو، يعني رايز اوفر ران بعمل ديفيجن، فده معناه ان دي 2x ودي 3x. ما انا ما اعرفش هو اللينث بتاعه قد ايه، بدليل انه مديني الاريا بتاعته ب 54 بتاعت ريكتانجل، والاريا اوف ريكتانجل ايكوالز ايه؟ لينث تايمز ويت، يبقى 54 equals، متهيألي فهمتيها كده خلاص، يبقى 54 equals 6x squared divided by 6 divided by 6، يبقى x squared تدينا ايه؟ 9، يعني الاكس بتاعتنا ب 3. هو عايز مين؟ عايز البي، عايز الواي، يبقى 2 times 3 تدينا 6، ده كله 2 له 6، يبقى البي بتاعتنا ب 6. فهمت؟ اه يا مستر تمام. تمام مستر، ممكن 20؟ 20 حاضر، هقول 22 وارجع لل 20. حاضر، 22 بتقول لي هاري بوت 10 pounds bags of flour for $80، 25 pounds one bag flour for $150. حلو قوي. اللي بعده and 50 pounds bag of flour ماشي، بكام بقى ال 50 pounds دول؟ how many dollars؟ ما قاليش، نعتبرهم x dollars. وجي قال لي if the average arithmetic mean cost per pound of all three bags is $6. اه ده الافرج بتاعنا ب 6، يبقى 6 equals السم بتاعنا عباره عن ايه؟ $80 plus $150 plus الباج الثالثه ما اعرفهاش x dollars over ايه؟ over التوتال بتاعي او النمبر بتاعي. النمبر بتاعي عباره عن ايه؟ 10 pounds وبعدين 25 pounds وبعدين 50 pounds، يبقى 10 plus 25 plus 50. عايز ايه بقى؟ what is the price؟ عايزين الاكسل. شيفت سولف تطلع لك الاكسل. وصلت؟ مستر انا عندي مشكله في المسائل دي، اللي انا احيان كتير مش بعرف اترجم اللي هو عايز، يعني مش بعرف اترجمها يعني زي ما حضرتك بتعملها، يعني اعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، ماشي
كل مشكلة وليها حل. نركز بس مع بعض. لما يجي يقول لي المين أوف مش عارف إيه ويقعد يرغي، هتلاقي بعد كلمة المين دي يقول لك is a was ويديك رقم، يبقى ده المين بتاعنا. المين بتاعك ده هو اللي بعد is a was. خدها قاعدة كده يعني. بص هنا بيقول لي إيه: if the average arithmetic mean cost per pound of all three bags is six, يبقى ده المين بتاعنا. يبقى المين equals إيه؟ السم over إيه؟ النمبر. السم بتاعنا إيه؟ عندنا $80 ده اللي دفعهم، وبعدين $150 الباقي التالتة ما ادانيش البرايس بتاعها، حطيت مكانها إكس دولار. Over the number بقى، النمبر بتاعنا إيه؟ How many pounds؟ هو اشترى كم pound؟ اشترى 10 pounds، شنطة فيها 10 pounds، وشنطة فيها إيه؟ 25 pounds، وشنطة فيها 50 pounds. فاهمني؟ أه. يعني دايماً الورد بروبلم بتاعت الأفريج، ركز بس في إيه؟ الأفريج بتاعي إيه؟ ومين الصم ومين النمبر؟ مش محتاجة ترانسليشن قوية يعني. طب يا مستر في ال... طب عموما بقى في الورد بروبلم لو ما في يعني مش بيسأل على مين، بيسأل عادي على مسألة عادية. أنا بيحصل معايا مشكلة مش بعرف أترجم، يعني دي هتمشي مع التدريب يعني؟ بص عشان أبقى أمين معاك، دي بتبقى محتاجة حاجتين. أول حاجة يبقى عندك فصيلة فوكاب حلوة، وخد بالك الفوكاب بتاع الماث مش كتير يعني، ده هما كلمتين. انا يا مستر مش بقف الفوكاب، الانجليش عندي كويس، مش بفهم بقى في المساله عايز ايه يعني. الانجليش عندي فاهم المنتال بتاع المساله، المنتال بتاع. طيب انت بتاخد المساله تعمل ايه بقى؟ داتا اناليزيس كده يعني، بتحلل بيانات المساله، كل ارقام تاخدها على جنب وتفهم دي بتاعت ايه. حتى لو في فيريبل يقول لك مثلا الاكس دي النمبر اوف بوكس، خلاص تحطها على جنب كده ان الاكس دي النمبر اوف بوكس، وتبتدي تشتغل منتال بقى عشان اوصل لحل المساله. افهم السؤال في الورد بروبلم، لان الورد بروبلم ده مش درس زي ما اتفقنا. قلنا الورد بروبلم اهي جايه في الافريج، تيجي في البرسنت، تيجي في الراشيو، تيجي في البرابلا، تيجي في اي حاجه، ده مش درس. فبيبقى محتاج منك بس تحدد الداتا اللي هتشتغل عليها وتفهم السؤال كويس جدا. وبكرر، تفهم السؤال هو عايز ايه بالظبط، من خلال السؤال هتقدر توصل للاجابه واحده واحده. دي بقى الحاجه الثانيه اللي بقول لك عليها، واحده واحده كده مع التدريب يعني، تحل وورد بروبلم كتير واحده واحده كده، هتلاقي دماغك ايه اشتغلت معاك. تمام يا مستر، شكرا. عفوا حبيبي. نيجي لمين؟ لنمبر نمبر كام؟ 20. نمبر 20 بتقول لي the linear function 2x plus y equals negative 5. ادي word problem. بيقول لي عندي، طبعا ما بتحكيش story يعني، مش real life situation. بيقول لي عندي line، ادي الايكويشن بتاعته in the xy plane is 2 reflected about the y axis. حصل له reflected على y axis. كويس اللي طلب 20 دي برافو عليك. 100 100. نركز بس في الحته دي. لو انا عندي لاين يا جماعه اهو، ايا كان السلوب بتاعه الواي انترسيبت بتاعته وات ايف، وعايز اعمل له ريفلكشن على الاكس اكسس ده، ادي الاكس اهو. لو هعمل ريفلكشن لاني لاين على الاكس اكسس بنعمل الاتي كده. شيل السلوب اند انترسيبت، ايه اللي بنعمله؟ بنعمل بصوا بقى تشينج او سويتش ذا ساين، غير الساين بس بتاعت مين؟ سلوب اند واي انترسبت. هاتك بس انت عمرك ما اديتنا درس عن الموضوع ده. نعم؟ هاتك عمرك ما اديتنا على الدرس عن الموضوع ده، ولا احنا هنتعلم مع الوقت؟ لا مش درس. مش طب ممكن تركز معايا؟ انا نسيت، حقك علي، انا نسيت اديك الدرس ده، انا بديهولك اهو دلوقتي. اوكي
ماشي ماشي ماشي. طيب انا بعمل ريفلكشن على الاكس اكسس. عشان اعمل ريفلكشن على الاكس اكسس اي بوينت على الاكس هتفضل في مكانها زي ما هي، لان انا بعمل ريفلكشن على الاكس فمش هغيرها. انما اي بوينت على الواي هيتعمل لها ريفلكشن على الاكس اكسس نفس الديستانس دي هتبقى هنا. فاللاين الجديد بتاعي يبقى عامل ازاي؟ هيبقى جاي كده، ده اللاين الجديد. ايه بقى اللي اتغير؟ السلوب كان بوزيتيف والواي انترسبت هنا كانت بوزيتيف. بص هنا بقى السلوب بقى نيجاتيف والواي انترسبت بقت نيجاتيف. يبقى لما اعمل ريفلكشن على الواي اكسس مش سامع هتكون السلبية لك reflected about the y axis مش ال x. انا عارف انت هتفتح دلوقتي. مش انا مش فاهمك تاني. هتك بتشرح دلوقتي ولا بتحل المسألة؟ لا بشرح. طيب يبقى احنا لما عملنا reflection على x axis غيرنا الساين بتاعت مين؟ السلوب والواي انترسبت. ليه؟ اهو السبب. طيب لو نفس اللاين ده خلينا نرسم رسمة تانية. اهو عندي لاين تاني اهو، لاين ال ده، بس عايز اعمل له ريفلكشن على الواي اكسس. فاي بوينت على الواي هتفضل زي ما هي اهو الواي اكسس بتاعنا. طب اي بوينت على الاكس هتتنقل الناحيه الثانيه بنفس الديستانس اهي. فبقى اللاين الجديد اهو. ايه اللي اتغير هنا يا شباب؟ السلوب بس. ساين سلوب بس. بس الواي انترسبت ما بغيرهاش. يبقى لما اعمل ريفلكشن على الواي اكسس اعمل سويتش او تشينج للساين بتاعت مين؟ السلوب اونلي، ما جيش ناحيه الايه؟ الواي انترسبت. طيب فهمتيني بقى المنظمه اللي طالبه 20؟ فهمتيني؟ انا عندي دلوقتي ايكويشن اهي عبارة عن إيه؟ y equals negative 2x minus 5 أو. وعايز أعمل reflection فين؟ بيقول لي which of the following reflected by y axis. بيسألني بقى بيقول لي which of the following cannot be the coordinate of the resulting graph. طب لما أعمل reflection على y axis إلا يتغير معايا السلوب. فالإيكويشن الجديدة بقت كده. أنا عايز البوينت اللي استحالة تبقى موجودة على اللاين ده. تعالي نشوف. نمسك أول بوينت. لو الإكس بزيرو تطلع الواي بنيجاتيف 5، صح؟ تنفع، ما خدهاش. لو الإكس بـ 2 تطلع الواي بنيجاتيف 1، فعلاً، ما خدهاش. لو الإكس بـ 3 تطلع الواي بـ 1، فعلاً، 2 تايم 3 6 ماينس 5 1، ما خدهاش. لو الإكس بتاعتي 4 2 times 4 8 minus 5 تدينا 3، يبقى الواي ب 3 مش ب 0، يبقى هي دي اللي اخدها. المدموزيل فهمت كده؟ ممكن حضرتك مستر لما يقول معلش لما يقول ريفلكتد واي نغير الاكس، لما يقول ريفلكتد اكس نغير الواي، صح؟ بس انا مش عايز موضوع يعني تفهمها كده بليز، يعني اللي هو اغير الاكس واغير الواي، عايزك تفهمها كده ان السلوب هو اللي بيتغير، الساين بتاعت السلوب. تمام. فاهم قصدي؟ لما اعمل ريفلكشن على الاكس اكسس غير الاثنين، السلوب الساين بتاعت السلوب والساين بتاعت مين؟ الواي انترسبت. لما اعمل ريفلكشن على الاكس اكسس تغير السلوب والواي انترسبت، تمام الساين بتاعته. انما لما اعمل ريفلكشن على الواي اكسس غير السلوب بس اون، الواي انترسبت عمرها ما تتغير. اي لان انا عامل ريفلكشن على الواي اساس. وصلت؟ وصلت. تمام. طيب قول لي لو الايكويشن دي عملت لها ريفلكشن على الاكس اكس هتبقى عامله ازاي؟ طب واي ايكوال 2x ها بلس واي. برافو عليك، لانها على الاكس اكس. بص غيرت مين؟ الساين والواي انترسبت، الساين بتاعت السلوب والواي انترسبت. تمام.
خش على اللي بعد. عندنا نمبر كام؟ 23 دي. انا كنت طلبت 19. نعم انا كنت طلبت 19 حضرتك. 19 حاضر. انا ما سمعتهاش والله حبيبي معلش. طب 19 بيقول لي in the equation above A and B are constant. If the equation is true for all positive values of X, what is the value of B? عايزين ال value of B. طيب. مديني ال left side بتاعنا عبارة عن إيه؟ 1 over X times X plus 1. حلو قوي. Equals mean right side بتاعنا ده. اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن A times x plus 1 minus x times b over mean over x times x plus 1. طالما النيمينيتور ايكوال النيمينيتور يبقى الديمينيتور ايكوال الديمينيتور. فده معناه ان 1 ايكوال a x minus a sorry plus a بوزع ال a هنا minus xb. حلو الكلام؟ يبقى 1 equal لو خدنا ال x ما نرجعها تاني مع a minus b خدت ال x هنا common factor plus a. ايه اللي هستفيده من ده؟ الانسر بتاعتي ب 1 فده معناه ايه؟ معناه ان الاكسبريشن ده كله equal to zero. يعني a minus b equal to zero وال a بتاعتي 1. فاهمين الحته دي؟ ليه؟ لا ال 1 ده عباره عن ايه؟ الكونستنت او الواي انترسبت بتاعنا. ما ادانيش في الليفت سايد x equals والسلوب هنا اهو بزيرو اللي هو a minus b. يعني لما اجي اقول لك 1 equals sorry ما اقول لك مثلا 1 equals 0x plus a ده معناه ايه؟ احنا كده قلبناها لينير؟ كانها لينير بالظبط. ما انا مديك كونستنت هنا اللي هي الواي انترسبت بتاعتها. ده معناه ايه؟ قلت لحضرتك انك عشان ما فيش اكس في الليفت سايد بتاع الاكس طبعا الليفت سايد بتاعي بيديني كونستنت اللي هي الواي انترسبت بتاعتي. فده معناه ايه؟ معناه ان ايه ماينس بي كلها بزيرو عشان السلوب يطلع لي بزيرو فيبقى عندي الواي انترسبت بس اللي هي الايكويشن واي ايكوالز 1 مثلا. دي معناها ايه؟ معناها لاين بيقطع الواي في 1 فده معناه ان الاكس بتاعتي او السلوب بتاعي بزيرو. وصلت؟ طب استفيد بيها ايه؟ هستفيد بيها ان ال a equals 1 وعندي a minus b بزيرو يبقى 1 minus b equals 0. هو بيسال عن مين؟ عن ال b. هاخد ال 1 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف b equals نيجاتيف 1 كنسل نيجاتيف مع نيجاتيف يبقى ال b بتاعتنا ب 1. وصلت؟ اللي كان عايز 19 او اللي كانت عايزه 19 او برو حضرتك رديت وقلت لحضرتك قصدت. نيجي بقى لمين؟ 23 و24 ريفير للجراف ده. اللي اجاباتها ايه؟ 23 دي 24 سي. ها 24 انست 24 و23 نبص على الجراف كده بيقول لي تيست 1 ده الانشيدد تيست 2 ده الشيدد. الكي ده مهم جدا يا شباب ما حدش يغفله يعني لا مهم. بيقول لي ايه بقى؟ The bar graph shows the scores on the algebra test for five students in Mrs. Lee's class. Okay. Of the following, who has the greatest percent of increase in scores from test one to test two? من test one لتست two. أنا عايز الgreatest. تعال نشوف.
تيست 1 ده اللي هو الانشيدد، تيست 2 هو مين الشيدد، وعايز الجريزز تشينج ان بيرسنت. واضح جدا يعني هنا حصل انكريز، هنا حصل ديجريز من تيست 1 لتيست 2 فمش هاخدها، هنا حصل انكريز، هنا حصل ديجريز فمش هاخدها، هنا حصل انكريز. انت بص بقى على اطول لاين هنا، مين اطول لاين؟ بتاع ابراهام ولا بتاع كاترينا ولا بتاع ادوارد؟ ها، من غير ما تطلع ارقام ولا كلام من، واضحه يا شباب؟ افوت كاترينا عشان مستر هو اللاين الشديد اللي هو يعني اطول من اطول واحد في البتاع ده. لا هو بيقول لي اللي هو اللاين اللي هو لونه ركز، لا ركز في السؤال، بيقول لي انا عايز الجريتست بيرسنت اوف انكريز ان سكور فروم تيست 1 تو تيست 2. تعال نشوف بقى، انت بتقارن بين دي وبين دي صح؟ ايوه مستر. خلينا اغير لك بس الايه الكالر عشان اللاين يبان صح. بص اللاين ده وبص اللاين ده، مين اللونجست، مين الاطول؟ عد اليونتس، ادي 1 2 3 يونتس، ده عد ده 1 2 3 4 يونتس، يبقى مين الجريتست هنا؟ ها ادوارد. بس كده ادوارد وصلت تمام. شكرا يا مستر. عفوا يا حبيبي. نيجي لمين؟ لنمبر 24. نمبر 24 بيقول لي which of the following scatter plots represent the data on the bar graph. واضح جدا ان الscatter plot مديني الx axis بتست 1 والy axis بتست 2، يبقى انا عندي كده x y order pair كده. تعال نشوف، نمسك اول ستودنت عندنا اللي هو ابراهام ب 50 ودي كام؟ هتبقى 70، يعني ادي 50 و 70. اللي بعدها ده 80 وده ايه 60. فمني بعمل ايه يا شباب؟ تمام. تعال اللي بعد 70 اللي هو ده وكام 100. تعال اللي بعد 80 و 70، اخر واحد هيبقى 50 و 90. واصل لغايه هنا. انا بدور بقى على البوينتس دي على الجراف. تعال نشوف مع بعض. انا عندي 2 بوينتس ب 50 اهم، ده اللي متكرر معايا، فالمفروض ال 50 يبقى عندها 2 بوينتس، دي عندها بوينت واحده اشطب عليها، 50 عندها بوينت واحده اشطب عليها، 50 عندها 2 بوينتس خليها على جنب، 50 عندها بوينت واحد اشطب عليها، تبقى الاجابه سي. وصلت؟ طب ليه مستر ما نمشيهاش يعني بالعرض؟ يعني هنا في بوينت واحده عند 50 في ايه؟ ما هو بص يا ماما، انا قلت السكاتر بلوت جابوا لي ازاي؟ تيست 1 ده الاكس اكسس، وطبعا في الاوردر بير اول حاجه بنكتبها الاكس وبعديها الواي. تيست 2 ده الواي اكس، فلازم امشي كده. تمام ماشي. فهمت. أوكي. المساله تريكي شويه. اوكي بس ناخد بالنا. التو جرافز دول او التو جرافز دول بيوضحوا داتا معينه، المقارنه ما بين تيست 1 وتيست 2. هنا مديني في الاكس اكسس النيمز بتاعت الستودنتس، وهنا مديني السكور بتاعهم في تيست 1 وتيست 2. ضحك عليا بقى في الجراف الثاني، اداني الاكس اكسس تيست 1 والواي اكسس تيست 2. هي دي الحته لو خدت بالك منها خلاص
ظبطت الدنيا انت. نيجي النمبر كام؟ 25 بي سي 27 I think إنها لحظة معايا 27 خلي الناس سي الأنسر معاك. يلا مين عايز حاجة هنا؟ 26 بتقول ايه 26؟ مديني كده 24 tangent كم؟ مستر 25 ماشي مستر 25 حاضر نقول 26 ونرجع 25 عشان بدأنا 26. مديني tangent كده اسمه PR ومديني line اسمه OR عايز ايه حضرتك؟ يقول لي point B and the length of PR is 12 ماشي PR ده 12 مشكرين جدا. If the value of sin R is 0.8 حلوة قوي sin R يبقى أنا لازم يبقى عندي right angle triangle. طب ما أنا فعلا عندي right angle triangle فين حضرتك؟ أهو أهو لو ده عرفت منين أنه right؟ لما خدنا السيركل قلنا دايما العلاقة بين الريديوس والتانجنت بيربنديكولر. اه حلو الكلام. جه قال لي بقى ان ساين ار اللي هي ايكوالز اوبوزيت اوفر هايبوتنس ايكوالز 0.8. في معظم المسائل او اي مسألة يجيب لك فيها الساين او الكوساين او التان بالدسمل كده حولها لفراكشن 8 اوفر 10 ما هي 0.8 هي 8 over 10 عشان أعرف opposite over hypotenuse الopposite هيبقى كام والhypotenuse كام. طيب 8 over 10 لما نعمل لها simplify تبقى 4 over 5 أو divided to 4 divided to 5. فده معناه إن الratio ما بين الopposite والhypotenuse 4 over 5 أو 4 to 5. طيب دي ratio أنا ما أعرفش اللينث بتاع OB كام فاحطها كده 4x 5x. ايوه بس انا مديك ده كله كام؟ ب 12. تعالى بقى نركز مع بعض في حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ فاكرين تريبل بايثاغورين اللي خدناهم 5 4 5 6 8 6 7 8 و 5 و 5 و 6 و 10. تمام. هو هنا بيقول لي what is the radius of the circle. هو عايز الradius بتاعتها. عندك بقى أكتر من طريق. إزاي؟ السايد ده ب 12 okay. والسايد ده ب 4x وده ب 5x أستفيد منها إيه؟ تعال أقول لحظة. لو قلنا ال 12 ده استحاله يبقى 4x okay. يعني مثلا ممكن يبقى ايه 3x equals 12 لانه لو 4x هيبقى isosceles. طيب تبقى ال x بتاعتنا هنا بكام؟ ب 4. تعال نشوف لو ال x ب 4 يبقى ده فعلا ب 12 اهو وده هيبقى ب 20 وده هيبقى ب 16. يبقى أنا استغليت الريشيو بتاعتي إن أنا أوصل لللينث بتاع الريديوس اللي هو OB. نقول تاني ده ب 12 ده اللينث الريل لينث بتاعه إنما ده اللينث بتاعه 4x وده 5x. طب تعال نجرب 3x equals 12 عملت ده ريشيو تبقى الإكس بتاعتي هنا بكام؟ ب 4 عوض عنها هنا فوق لو عايز الهايبوتنس هيبقى ب 20 لو عايز الاوبوزيت هيبقى ب 16. هو عايز مين؟ الريديوس يعني عايز الاوبوزيت ب 16. وصلت؟ مستر معلش تاني ليه ما عملناش 4x equal 12؟ 4x equals ايه؟ 12 عشان ده مش ايسوسلز يا ماما ده مش ايسوسلز
لو ايسوسلس تبقى دي 45 على طول. عشان كده اخترنا ايه 3x equals 12. ما انا عايز امشي ال right angle triangle بتاعي كله بالراشيو اهو. لازم ده يكون ايه 3x 3 4 5. فاكرينها؟ اه تمام يس. اوكي حد كان عايز 25 بتقول لي مديني تيبل كده سيتي سبرينج سمر اتوم وين ماشي مديني الفور سيزونز بتوعنا ومديني تو سيتس امبير وبان. عايز ايه حضرتك؟ فهمنا التيبل. سؤال: Which of the following is true about the data shown for the four seasons? ماشي، أني واحدة من دي صح. A. The standard deviation of high temperature in Amper, the standard deviation بتاع Amper, is larger than Pinner. قلنا الكلام ده امبارح ولا نسيت؟ ولا نسيت؟ اللي طلب 25. امبارح مش قلنا لو المين بتاعنا صغير يبقى اصلا ما طلع المين بتاع أيوة أيوة. بس كده نيجي المين لاخر مثلا حليت ده من فتره بس هو فاكر الجدول ناخد نفس حل اصلا ولا طب مثلا انا عايز 27 27 انا يلي اه حاضر 27 بتقول لي 2 to power of x plus 2y equals 16. عندي بيز هنا ب 2 وعندي هنا 16 لازم اخليهم ذا سيم بيز الكبير يصغر يبقى 2 to power of x plus 2y equals 2 to power of 4 okay and 3 to power of 2x plus y equals 81 الكبير يصغر لازم يبقى البيز بتاعنا 3 بار يبقى 3 to power of 2x plus y equals 3 to power 81 تبقى 3 to power of 4 اهو ودي 2 to power of 4 عايز ايه حضرتك in the system of equation what is the value of x خلاص اعمل system of equation كده 2x plus y equals 4 mod 5 1 وطلع الاكس بكام خلص وصلت مش ده سيكشن كالكوليتر اه تمام يا مستر بس اشتغل مود 51 مستر يس معلش في حته المين والستاندرد ديفيشن لو كان التوتال الاثنين ايكوال ساعتها الستاندرد ديفيشن يبقى ايه لا الستاندرد ديفيشن هنا ما اقدرش اقول بقى كبير ولا صغير ان ده هيبقى الايه النورمال كيرف بتاعنا اهو ده ما ينفعش يجي يسالني يقول لي مين الكبير تمام سوري 28 دي و29 دي برضو و30 سي ها ايه المطلوب هنا 29 و 30 الثلاثة حاضر نبدأ بال 30 30 بتقول لي in the equation above x and y are positive integers ال x وال y دول positive integers which of the following cannot be the value of x plus y ندخل بسملة بيقول لي which of the following cannot be x and y cannot be the value of x and y ويقول لي ان x والy positive integer حلو قوي واضح جدا كده من البروبلم ان عندي حاجه اسمها ايه difference between two squares وفي نفس الوقت حاطط لي ال two difference between two squares فين في perfect square ناخد بالنا من الحته دي طيب ده معناه ايه ده معناه ان الديفرنس ما بينهم يديني 72 حاضر تعالوا مع بعض كده واحده واحده نفك اول براك اكس سكوير
plus 2xy plus y square minus ها minus يبقى اعمل bracket نفك ده x square minus 2xy plus y square ده كله equals ايه 72 تعالوا بقى مع بعض كده يبقى x square plus 2xy plus y square minus switch للساين كلها x square plus 2xy minus y square equals 72 طبعا x square هتروح مع negative x square y square هتروح مع negative y square بقى عندي 4xy equals 72 divided by 4 divided by 4 يبقى xy equals 8 1 ويبقى 3 يبقى 32 8 يبقى 18 يبقى xy x times y يدينا ايه 18 هو عايز x plus y ايه الفاكتورز بتاعت ال 18 يلا مع بعض 1 times 18 2 times 9 3 times 6 مش دي الفاكتورز بتاعتها بتاعت ال 18 هو عايز مين بقى عايز x plus y حلو الكلام نحط الاك والاثنين بوزيتيف يبقى ممكن تكون 18 و6 اي 18 و6 طيب ينفع يبقى 9 ما عنديش 0 9 هنا يبقى نشطب على دي 11 استحاله 19 نو واي خلاص يبقى هي 24 وصلت تمام اوكي 29 29 بتقول لي بي عباره عن الافريج اوف اي اند بي حاضر ادي بي اهي عباره عن الافريج الافريج السم اوفر النوم والكيو عباره عن مين الافريج بتاع بي بلس سي اوفر 2 اوكي والار C plus A over 2. عايز ايه؟ The various average arithmetic mean of the two of the three numbers A, B, and C are calculated and arranged as shown above. If B greater than Q greater than R. يعني ايه؟ يعني A plus B greater than P plus C greater than C plus A. Which of the following is true? Any given in D to Kuhn right. طيب. A equal B equal C لا. مش يعني لو عملت plugin وحطيت أرقام ممكن تطول معك شوي. A greater than B. دل A plus C less than P plus C. يبقى استحالة الـ A تبقى greater than B. اللي طالب 29 دماغه معايا وفاهمني؟ أوكي. أي مستر. C بيقول لي C greater than B. No way. استحالة الـ C تبقى greater than الـ B. طب أنا ما عنديش غير B greater than A greater than C. اللي هي دي. ليه برضه؟ لان ال A greater than mean is C اهو A plus B اكبر من B plus C تبقى ال A اكبر من ال C فهماني؟ اه يا مستر تمام 30 بتقول لي Peter sets up a lemonade stand He paid setup cost of $120. الراجل ده حب يعمل مشروع ايه؟ انتوا عارفين في الاستيت سهل جدا يجيب نصبه كده ها ترابيزه او ستاند ويحط عليها ليموناتا ويبيع في الحر يعني. And each cup of limonata costs him 0.30 costs him خد بالك بتكلفه هو يعني على بال ما يقدم لك الكب ده يا ابو صلاح
بيكون وقف عليه ب 3 سنت او 0.30 دولار ب 30 سنت to make. He sells each cup of limonata of 0.75 دولار. حلوة قوي. الراجل ده بيبيعه بكام؟ ب 75 دولار. يبقى مكسبه كام؟ Sales price minus the cost price equal 0.45. طيب يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ عرفنا كل كاب ب 0.45. Which of the following represents the profit P function of the number of cups N of lemonade? هو الراجل طبعا بيبيع كل كاب بيكسب سوري فيه 0.45 سنت. فاهم الحته دي يا ابو صلاح؟ ايوه مصر تمام. حلو قوي. ركز بقى معايا في اللي جاي ده. هو عمل سيت اب يعني جاهز الستاند ده كلفه قد ايه؟ 120. يبقى التكلفه اللي حطها للستاند احطها مع البروفيت ينفع؟ لا يبقى ماينس 120. تركيه هنا لانه بيسني عن البروفيت. الراجل ده مكسبه قد ايه؟ ما انت بلس مش ماينس. ما انت دي بلس يبقى انت كده إيه حطيت له الستاند كده فري وايه واديته عليه 120 دولار. يعني راجل بقى ايه كريم كريم يعني. تمام يا مستر. شكرا يا مستر. ربنا يزيدك كرم ابو صلاح. مستر بس نعم معلش انا مش فاهمه برضه ليه تاني احنا عملنا ماينس 120. حاضر نرجع تاني. بيسالك عن ايه يا مطازي؟ هو بيسالك عن ايه؟ قولي لي اهي المساله. بيسال عن البروفيت. حلو قوي. عايز المكسب بتاعه. تمام. المكسب بتاعه في الكاب 0.45. الراجل ده باع 100 كوبايه يبقى مكسبه 45 دولار صح ولا لا؟ صح. حلو. طيب مش هو دافع في الاول 120 تمن بقى اشترى كوبايات وعمل ستاند وجاب ترابيزه ومفرش و و و و مش الحاجات دي هو دافعها؟ لازم يماينصها من البروفيت. تمام كده فهمت يا مستر. تمام. تمام شكرا يا مستر. عفوا يا امر. نيجي لمين بقى؟ ل 31 الجريدن بقى. الجريدن عندنا انا لو حد عنده الانسرز يا ريت ممكن اعمل تشيك كده ابص على الانسرز سريعا. 31 هتطلع لنا 25.1 12.4 24 0.1. نكتب بس اللي بعديهم بالمره. دي كام؟ 35 هتطلع 80. 36 هتطلع 9. 37 هتطلع 20. 38 هتطلع 3. يلا نبدأ منين؟ يلا يا شباب ايه المطلوب هنا؟ زهقت من ايه بس؟ انا حاسك ده في الخلفيه حد بيتكلم معاك. حضرتك هو احنا ممكن ناخد اسئله كلها عشان انا نسيت الاجابات بتاعتها عشان خليتها من وقت كتير. البيج كلها يعني؟ كله عشان نسيت انا جبت ايه. ماشي حاضر. نمبر 31 بتقول لي x to power of 2 minus 4x plus y square plus 4x equals 0. The equation of circle in the xy plane is shown above. To nearest tenth. عايز to nearest tenth. What is the area of the circle? حاضر. Area of circle نطلع له radius. يبقى radius equal square root 4 over 2 power 2 تدينا 4 plus 4 over 2 power 2 تدينا برضو 4 plus A plus 0 constant of 0. يبقى ال R بتاعنا ب square root كام؟ 8. يبقى ال area بتاعتنا pi R square يعني 8 pi. 8 باي اعملها على الكالكليتر بسرعة بقى كده يا محمد سريعا كده واعمل تو نيرست 10 وشوف هتطلع ايه. 25.1. اوكي
نيجي للثيرد. نعم اتفضل. هي ازاي نيجاتيف 4x بلس 4x تطلع عادي يعني تطلع بنتيجة؟ لا تاني تاني معلش. ساعتك قلت نعمل الكوفيشنت بتاع x والكوفيشنت بتاع y، بس هو هنا كاتب 4x. انت معكش الرول؟ نديك انا الرول على فكرة. radius equals a over 2 squared. لما باخد الـ a هي نيجاتيف اخدها بوزيتيف. اوكي؟ تبقى 4 over 2 squared. بلس البي عندي هنا ايه؟ بوزيتيف اخدها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 4 اوفر 2 سكوير اللي هي تدينا نيجاتيف 2، ما هي نيجاتيف 2 سكوير ب 4 برضه. انا وفرت يعني، انا وفرت تايم مش اكتر. بتاعتك سؤالي قصدي لو فكرت هو 4x المفروض تبقى 4y ولا ايه؟ مش فاهمك. يعني المفروض تبقى x باور 2 ماينس 4x بلس y باور 2 بلس 4y. لا دي المفروض 4y. اه تمام ماشي يا مستر شكرا. طيب 32 بتقول لي the cost C in dollars of perfect x units of a certain product can be modeled by the equation اللي قدامنا دي according to the model. عايز ايه بقى؟ for every increase of one unit by how many dollars will the cost increase. طيب يا جماعه ما احنا خلاص السؤال ده يتحفر بقى في دماغنا. الصيغه بتاعت السؤال ده بيسالني بطريقه indirect عن السلوب، عن السلوب. طب السلوب هنا ايكوالز ايه؟ ادي واي ايكوالز 98.4 اوفر 16x بلس 1097 اوفر 16. ادي واي ايكوالز ام اكس بلس سي، ادي الواي انترسبت وادي السلوب. كل اللي هعمله بس هعمل على الكالكوليتر 98.4 ديفايد 16 واشوف هتطلع ايه. بس كده وصلت. ها 33 if f is a linear function for which f3 minus f5 equals 10. اوكي what is the value of f20 minus f8. هنا بقى لازم يبقى عندك قوة ملاحظة شوية. في ايه؟ قال لي انها لينير وبيسألني عن الواي بتاع الدي. لما اعمل مثلا F20 minus F8 بيسألني عن الانسر بتاع الدي. لينير يبقى انا اقدر استغل البوينتس بتاعتي دي اني اطلع له السلوب. اه طب السلوب بتاعنا هنا ايكوالز ايه؟ Y2 minus y1 اهي ما دي الواي over x2 minus x1 equals ايه؟ equals 2. ليه 2؟ ما هو انا مديك هنا f10 minus f5 equals 10. فلما اعمل السلوب بتاعنا هنا y2 minus y1 اللي هي تبقى f20 minus f18 over 20 minus 18 المفروض دي تطلع لي ب 2. هو عايز مين؟ عايز ده، عايز y2 minus y1. طب 20 minus 8 تدينا كام؟ تدينا 12. نعمل كروس يبقى f20 minus f18 equals 24. ده بالنسبه لمين؟ ل نمبر 33. انت حضرتك ليه عملت اف 20 ماينس اف 18؟ هي اصلا موجود في الايه يعني موجود في السؤال. اشرحها تاني وعايز كمان. هي اف 18 ولا اف 8 يا مستر؟ 8 8 سوري. هي اف 3 يا مستر مش اف 8. ايا كان ايا كان ما هو عايز ده، هو عايز ده. في اتنين يتكلموا يا جماعه بس. طيب تاني يا شباب. السؤال ايه؟ انا بدل 8 كتبتها 18 بس يعني هو عايز ده. السؤال ايه بقى؟ ما في اتنين يتكلموا يا جماعه. كل حاجه اشرحها تاني يا مستر. اه حاضر اشرحها تاني. نمشي واحده واحده. انا عشان طلعت السلوب على طول
هو عايز مين؟ F20 minus F8 وقال لي انها linear. طيب تعال نستغل البوينت دي واحدة واحدة كده. Y2 minus Y1 over X2 minus X1 ده كله equals ايه؟ دي مداني ب 10 over الديفرنس ما بين دول كام؟ 5 يبقى يطلع لي ب 2. عرفنا السلوب ب 2. وضحت دي؟ تمام تمام. هو عايز مين بقى؟ عايز F20 minus F8. هستغل اللينير برضه اقول له Y2 minus Y1 over X2 minus X1 ما هي ليها نفس السلوب لأنها لينير. أي بوينت على اللاين ليهم نفس السلوب. وصلت كده؟ تمام. يبقى F20 minus F8 over 12 equals 2. نعمل كروس يبقى ده لو عايزه 2 times 12 24. وصلت؟ مستر تبقى احنا عملناها over 12 يعني عملنا 20 minus 8 دي اللي هي x1 و x2 صح؟ yes. وال y1 و y2 هم ال f20 minus x1 f20 ايوه ما هي ال f ايوه ال f20 دي كلها هي ال y y وال20 دي ال x صح؟ yes. تمام وصلت؟ ايوه تمام شكرا. اوكي 34 بتقول لي ايه؟ the graph of y equals ax square plus 10 is shown in the xy plan mesh above if the area of a square abcd is 400. الاريا بتاعتنا دي 400. اوكي what is the value of a؟ عايز الـ a. طب انا عشان اطلع له الـ a لازم اعرف الx بكام والy بكام في الايكويشن. طب نعرفها ازاي؟ تعال نشوف. هو مديني الاريا بكام؟ ب 400 وده سكوير يعني 20 اللي هي دي تايمز 20 اللي هو السايد ده يبقى الحته دي ب 10 والحته دي ب 10 اهي وده كله ب 20. طب تنفعني في ايه دي؟ تنفعك في ايه؟ حضرتك انت عرفت الواي بكام؟ اللي هي ب 20 اهي البوينت دي 10 و 20 البوينت دي نيجاتيف 10 و 20 اهي يبقى الواي بتاعتنا ب 20 ايكوالز a تايمز x الاكس بكام؟ ب 10 سكوير او نيجاتيف 10 سكوير براحتك بلس 10. خلاص اقدر اطلع له الاي بقى هنودي ال 10 دي الناحيه الثانيه بالماينس يبقى 10 ايكوالز 100 A divided by 100 divided by 100 يبقى الـ A بتاعتنا equals 1 over 10 اللي هي 0.1. وصلت؟ شباب تمام تمام مستر تمام تمام نيجي ل 35 36 37 38 الاربع مساء. اقول الاربعه للاسف نفس الفكره انا مش فاكر حاجات ايه فاتفضل الاربعه حاجات بس اللي فاكر مساء ما قصدتش قدامي ولا ولا طبعا. قال لي صوتك يا محمد نبع عشان خالص حضرتك بقول لك انا برضه مش فاكر الاسئله دي حلتها ازاي. ماشي اوكي نو بروبلم. طيب نقول نقوله حاضر عشان نقفل على السكشن ده ونخش بقى على التيست اللي ايه اللي بعده. 35 بتقول لي ايه؟ مديني الجراف ده ومديني كل ايكويشن فيه. اوكي الانجل دي والانجل دي والانجل دي والانجل دي حلو قوي احنا ماشي. عايز ايه هو بقى؟ بيقول لي the measure of angle ABC ABC ب 30. ايه اللي استفيده من ده؟ ايه وجه الاستفاده هنا يعني؟ ان انا اقدر اقول ان الانجل دي
والانجل دي اللي هي عبارة عن 3x plus 3y equals a 150 degrees، صح ولا لا؟ صعبة دي؟ تعالى نعمل divided by 3. ليه؟ بمزاجك كتبت divided. لا مش بمزاجي، ما عنديش ال x دي ولا عندي ال y دي، طب اعمل ايه؟ اعمل divided by 3 عشان توصل ل x plus y. حاضر، يبقى x plus y equals ايه؟ 50. لما اعمل divided by 3 وصلت يا شباب؟ طيب انا عايز ال k. ال k دي فين؟ في التريانجل الصغنطوط ده. ده طيب ده x plus y ب 50، يبقى 2x plus 2y ب 100، يبقى الكي بتاعتنا ب 80. خلص، انت منتال كده طلع. وصلت ولا اقول تاني؟ تمام يا مصر. اوكي 36 بتقول لي in the figure above four congruent rectangles and square، يعني عندي فور ريكتانجلز دول وعندي السكوير اللي جوه ده، مالهم بقى؟ The perimeter of each rectangle is 24. البريمتر بتاع كل ريكتانجل ب 24. طب هو البريمتر عباره عن ايه؟ 2 times length plus width. يعني 24 equal 2 times مين حضرتك؟ A plus B. divided by 2 divided by 2 يبقى عندي A plus B equals 12. متشكرين جدا. خش على اللي بعد. And the area of the square is 36. هي ال area of the square عبارة عن A. side ده power 2. طب السايد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن b minus a squared equal كم؟ 36. يبقى b minus a equals كم؟ 6. خلاص، يبقى a plus b equals 12 negative a plus b equals 6. عملت two system of equation. حضرتك عايز مين بقى؟ a ولا b؟ If the dimensions of each rectangle are a and b shown above, what is the value of b? عايز ال b، ماشي هنكنسل ده مع ده، يبقى 2b equals 18، يعني ال b بتاعتنا ب 9. ولو مش مفهومة قول اشرحها تاني. او بص بقى، لا تمام بص، الحتة الأخيرة اللي هي b minus a جت منين بالظبط تاني؟ حاضر، بس ال الباشمهندس ولا الدكتور اللي كان بيقول لي الورد بروبلم يا مستر، ادي وورد بروبلم جايه لي جيومتري، خدت الداتا بتاعتك واحده كده، خدت الداتا بتاعتك اللي هي عباره عن ايه؟ البريمتر بتاع الريكتانجل او تو دايمنشن اي وبي ب 24، 2 تايمز اي بلس بي لينث، 2 تايمز لينث بلس ويث، طلعت منها ان الاي بلس بي بكام؟ ب 12. تعالى بقى للجيفن الثاني، قال لي الاريا بتاعت السكوير ده بكام؟ ب 36. طب هي الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ السايد ده باور 2. طب السايد ده عباره عن ايه؟ عباره عن بي اللي هو الجزء ده ماينس اي اللي هو الجزء ده، عشان اطلع السايد ده ما هو مديني دي كلها بي، الحته دي كلها منها الجزء ده بايه؟ يبقى الجزء ده ايكوالز ايه؟ b minus a. فهمتها؟ تمام، حاسس ان احنا كملنا المربع اللي على الجنب ده. طبعا لازم، مش بماينس المربع، انا بماينس السايد. السايد عشان كتبنا السكور الصغير ده. ايوه الله ينور عليك، بماينسه من البي كله. نيجي ل 37 بتقول لي ايه؟
In the figure above, two congruent circles are tangent to each other and internally tangent to the larger circle. Line segment AB is the diameter, okay, of the large circle. If the area of each smaller circle is 10, the area بتاعت كل circle من دي ب 10. يعني الاريه بتاعتهم هما الاثنين بكام؟ ب 20. حلو قوي. حضرتك عايز ايه؟ What is the area of shaded vision؟ طيب انا عشان اطلع الاريه بتاعت الشادد لازم يبقى عندي الريديوس اللي هو الدايمتر بتاع اي سيركل من دول، صح ولا لا؟ مفهوم الحته دي ولا ايه؟ طيب تمام ما عنديش اي داتا خالص غير حاجه واحده بس، ان الاريا بتاعت كل واحده صغيره بتن، يبقى لازم استغل الموضوع ده في حاجه. ايه بقى الحاجه اللي استغلها؟ الريديوس عندي هنا هنعتبره مثلا ب 1 او ب x، تبقى الريشيو ما بين الريديوس ده للريديوس ده للريديوس بتاع السيركل الكبيرة هتبقى عبارة عن إيه؟ 1 to 1 to 2. مفهوم الحتة دي ولا لأ؟ يعني هتبقى إيه؟ X to X to 2X. وصلت؟ ما ردوا عليا يا شباب لو مش واضحة، أنا بحاول أفكر في طريقة تانية، ما عنديش غير الريشيو بصراحة. بحاول اجيبها اصلا مثلا مثلا مش ممكن نجيب الريديوس بتاع كل دايره وبعد كده نجمعهم فيطلع لي الريديوس بتاع الكبير؟ ماشي تعالى نعمل ادي السيركل الصغيره ب 10 باي ار سكوير يبقى ديفايدد باي سكوير روت ده الريديوس. ايوه معايا؟ اه معاك. يبقى 2 تايمز روت 10 اوفر باي ده ايه؟ ده الدايمتر اللي هو الريديوس بتاع الكبيره. ممكن نجيب الريديوس بتاع الكبيره يبقى باور 2 تايمز باي. شوف الانسر هتطلع ايه بس على الكالكليتر بس سريعا كده. طلعت؟ طلعت 40. طلعت كم؟ 40 وهي الانسر ايه؟ 20. هاتك احنا ما عملناش ماينس للسيركلز الصغيره. ايوه ايوه هو عايز ايه؟ الاريا بتاعت الشادد. كده انت طلعت الاريا بتاعت مين الكبيره اللي هي 40 ماينس ايه بقى؟ الاريا بتاعت الاثنين الصغيرين دول يعني ماينس 2 times radius طلع بكام؟ root 10 over pi 2 times root 10 over pi. اهي شوف بقى تطلع ايه. مش احنا هجيبنا الكبيره هنطرح منها 20 بس عشان المساحه صغيرين بتاع بتاع دي ودي ما احنا معانا الاريا صح يبقى ماينس 20 بس كده على طول اللي هي تطلع لنا 20. اوكي يا شباب تمام. نيجي بقى لاخر واحده بيقول لي عندي فانكشن عباره عن x سكوير ماينس 6 x بلس 12 اسمها f of x and g of x equals k. In the equation above f x greater than or equals g x. حلو قوي بس نركز في حاجه دي parabola ها ودي line او linear. If k is a constant, what is the maximum value of k? عايز الماكسيمم فاليو اوف k. طيب ما ماشي طلع له الفيرتكس. الفيرتكس بتاع الدي. نيجاتيف b over 2a يعني 6
over 2 يعني 3 يبقى الاكس بتاعتنا ب 3 عايزين الواي يبقى 3 باور 2 يعني 9 ماينس 6 18 بلس 12 9 ماينس 18 تدينا نيجاتيف 9 بلس 12 تدينا 3 يبقى الفيرتكس بتاعتنا 3 و 3 يعني البروبلا تبقى عامله كده اهو قطع في 3 سوري قطع في 3 و 3 اهي كده عايز ايه بقى قايل ان الاف اكس اكبر من الجي اكس يعني اللاين جاي كده البروبلا above اللاين يبقى 3 و 3 يبقى الماكسيمم فاليو للكي هي 3 بس اولى تاني لا مستر فهمت خلاص اوكي الكلاس الجاية هنخش على 9 اعتقد انكم من امبارح النهارده حليتوه ولا ايه في ناس كسلت لا حلينا يا مستر تمام هنعمل له كوريكشن وهنزل